السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن البيندنج ستريس بالكامل باذن الله، اللي هو شرح محاضرة الخامسة والستة، وكمان هنحل اسئلة امتحانات الحقيقة واسئلة متوقعة انها تيجي في موضوع البيندنج ستريس. طيب، واحدة واحدة كده بقى معايا في الموضوع ده، عشان الموضوع ده مهم جدا وفي غاية الخطورة ولا يقل اهمية عن موضوع الاكسيال ستريس، لان انا ممكن اجيب لك مساله ادمج لك فيها اكسيال مع بندنج، وممكن اجيب لك مساله ادمج لك فيها بندنج مع اكسيال مع شير ستريس مع بيرنج ستريس. تمام، فالموضوع دوت مهم جدا ونركز فيه، وان شاء الله هنحاول نوضحه في الفيديو ده بالتفصيل و ببساطة بإذن الله. طيب، واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة البندنج ستريس. ما هو البندنج ستريس؟ البندنج ستريس هو إجهاد الانحناء. وما هو إجهاد الانحناء؟ إن أنا لما أجي أأثر بقوة على حاجة معينة، الحاجة دي تنحني، تمام، فتولد لي إجهاد انحناء. طيب، لو أنا كده جيت بفورس أأثر على البيم دي عبارة عن كاميرا او بيم، تمام، جيت كده اثرت في النص بالظبط، جيت اثرت بفورس كده في النص بالظبط، بحيث ان الحتة دي قد الحتة دي. طبعا هنا من المتوقع ان الرياكشنز بتاع الركيزتين دول يكونوا قد بعض في المقدار ونفس الاتجاه، تمام. وطالما دول قد بعض في المقدار، يبقى اكيد كل واحدة فيهم هتبقى بإف على اتنين، وهنا إف على اتنين. طيب، جميل اوي. طيب، دلوقتي انا يعتبر البيم دي المفروض هي ثلاثية الابعاد، يعني بمعنى اللي انا عايز اقوله لك ان البيم دي يعني هي مفروض بالشكل ده، يعني هو في جزء كده. لو البيم دي يعني مستطيلة حاجة كده بالمنظر ده، وفي جزء تحت اللي هو كده، وطبعا احنا مفروض بنقفلها. وانا دلوقتي مقصر بفورس حاجة كده بالمنظر ده على المستوى اللي فوق. طيب، البيم دي لما تنحني المفروض هيبقى شكلها حاجة كده بالشكل ده، تخيل كده معايا، ما هي اكيد هتبقى شكلها كده. تمام، بمعنى، او انا اسف مش كده، تبقى ايه كده، تنحني بحاجة كده بالمنظر ده. طيب، بمعنى ان ده بقى اهو تكملته، اهو ده البيم اهو، يعني هيبقى بقى ده هيبقى مفروض موازي ده كده، وده برضو هيبقى حاجة كده بالشكل ده، وعامل كده برضو كده وكده، ده بعد الايه، بعد الانحناء. فايه اللي حصل؟ هتلاقي ان المستوى اللي فوق ده حصل المفروض عليه ضغط نتيجة القوة، والمستوى اللي تحت اتشد تاني. انت دلوقتي الكاميرا دي حاجة كده بالمنظر ده، انا دلوقتي بضغط بقوة، تمام، فانا بضغط على المستوى اللي فوق، المستوى اللي تحت نتيجة الضغط بالقوة هيحصل له انحناء، بس مش انحناء ضغط بقى، لا ده انحناء شد، تمام، لان المستوى اللي تحت هتلاقيه مفروض هو بيتشد معاك، مش بينضغط زي المستوى اللي فوق، لان المستوى اللي فوق هو المؤثر عليه القوة تقلها كله. المستوى اللي تحت نتيجة تأثير المستوى اللي فوق فحصل له شد، تمام. فإذا اتجاه المومنت هيبقى حاجة كده بالمنظر ده. طب اشمعنى هو حاجة بالمنظر ده؟ لأن احنا متفقين ان طالما ده طبعا اتجاه المومنت، ان دي سهم المومنت بيبقى شد، وراس سهم المومنت بيبقى ايه؟ بيبقى ضغط. يعني معنى كده ان المومنت تحت هيبقى موجب عشان هو شد، والمومنت فوق هيبقى سالب عشان هو ايه؟
عشان هو ضغط، يبقى المستوى اللي فوق دوت حاصل عليه ضغط، والمستوى اللي تحت دوت حاصل عليه شد، فالمستوى اللي تحت حاصل عليه بوزيتيف مومنت، المستوى اللي فوق حاصل عليه نيجاتيف مومنت. جميل قوي الكلام ده. طيب حلو قوي. يبقى انا دلوقتي خلينا بقى نقول لو احنا عايزين نجيب المومنت الماكسيموم هيحصل فين، المومنت الماكسيموم هيحصل فين. المومنت الماكسيموم منطقيا ان هو هيحصل في النص، وعايز تتأكد من الكلام ده، والكلام ده مفروض مش عليك، بس انت ممكن تجيب المومنت داله في المسافة وتفاضل المومنت بالنسبة للمسافة وتساوي التفاضل بصفر، هيديك ان المسافة دي بالظبط ان المومنت عندها هيبقى قيمة عظمى، تمام، هتبقى في النص. ده الاثبات، انا مش عايز بس اتطرق ليه عشان ما نضيعش وقت في الفيديو، اثبات مش علينا، بس انا بافتراض لو انا عايز اجيب المومنت عند النقطة دي، واحنا متفقين طالما النقطة دي على المستوى اللي فوق اللي حاصل فيه شد، قصدي ضغط، يبقى المومنت ده هيبقى اشارته نيجاتيف. يبقى اذا المومنت فوق عند النقطة اللي فوق دي اللي انا معلم عليها بالاخضر هتساوي سالب، سالب ايه بقى؟ سالب قوة في مسافة. احنا كلنا طبعا عارفين ان المومنت ما هو الا قوة في مسافة. طيب هختار اف على الاتنين دي ولا هختار اف على الاتنين دي؟ طبعا احنا عارفين انا مش هختار الاف اللي فوق، يعني لان الاف اللي فوق دي مش هتولد لي مومنت عند النقطة دي اساسا لان مفيش مسافة، انما اللي هيولد لي مومنت يا اما القوة دي يا اما القوة دي. طب واحد يجي يقول لي وانا طب ما اختار القوتين. لا، ما هو انت لو جيت اخترت القوتين القوة دي هتولد مومنت كده، والقوة دي هتولد مومنت على النقطة دي كده، فالاتنين هيلاشوا بعض، هتلاقي ان النقطة دي العزمة عندها بصفر، فانا عايز بس اجيب المومنت عند النقطة دي، فهختار قوة فيهم، قوة فيهم. فهقول مثلا اف على اتنين، والمفروض دي بالسالب، يبقى سالب اف على اتنين عشان احنا شغالين على المستوى اللي فوق، يبقى اف على اتنين اللي هو اللي المفروض اللي حاصل عليه ايه؟ حاصل عليه ضغط من القوة دي، انما المستوى اللي تحت هو مشدود نتيجة ضغط برضه القوة دي، يعني القوة دي بتضغط على المستوى اللي فوق فعاملة له ضغط، فنتيجة الضغط ده المستوى اللي تحت ده اتشد، يبقى سالب اف على اتنين مضروبة في المسافة اللي هي هنسميها مثلا لو البيم دي مثلا طولها ال ككل كطول الكل ال، طول الكل ال، فهنقول ان نصها ال على اتنين، يبقى اذا المومنت هنا هيطلع بسالب اف في ال على اربعة. طيب لو انا بقى عايز اجيب المومنت بس مش عند النقطة اللي فوق، لو انا عايز اجيب المومنت مثلا عند النقطة اللي تحت دي، فهنا هقول ايه؟ نفس الكلام، ان بحيث ان النقطة دي طبعا في النص يعني، فهقول نفس الكلام اف على اتنين، تمام، في اللي هو، بس طبعا هقول ان الاشارة دي ايه؟ بوزيتيف، ونفس نفس القانون يعني. طيب جميل، انا كده يعتبر بجيب المومنت الماكسيموم، تمام، وقلت لك طبعا الكلام ده تثبته ازاي؟ هتثبته انك هتضرب، هتجيب القوة، القوة دي مثلا هتضربها في الدالة في المسافة، المسافة دي دالة متغيرة على أساس إن المومنت بيتغير على بحيث على أساس المسافة، فأنت هتفاضل المومنت بالنسبة للمسافة وتساوي التفاضل ده بصفر وتطلع المسافة، هتطلع لك بإل على اتنين اللي هي كقيمة عظمى محلية. طيب جميل أوي الكلام ده. في بقى حاجة مهمة جدا عايزين نقولها، لو انا دلوقتي جيت قلت لحضرتك انا دلوقتي عايز اجيب المومنت هنا، فسيادتك بقى تيجي تقول لي ايه؟ والله انا عشان اجيب المومنت هنا هاخد القوة دي ودي، هقول لك دي ودي ايه، واخد دي كمان، واخد التلاتة، يعني انا اخد القوة الاف دي اللي في النص، واخد معاها الاف اتنين، اف على اتنين، واخد القوة اف على اتنين. حضرتك لو حسبت المومنت عند النقطة دي من الاتجاهات دي كلها هتلاقي ان محصلة المومنت هنا هتبقى بصفر. احنا قلنا بنحسب من اتجاه واحد، يا اما من على يمين النقطة يا اما من على شمال النقطة. ايه الاسهل بالنسبة لك؟ الاسهل بالنسبة لحضرتك ان انت تاخد
المومنت من على يمين النقطة. ليه؟ لأن أنت عندك فورس واحدة. لو أنا كده جيت سميت النقطة دي نقطة واحد، لو أنا بقى عايز أجيب المومنت، خلينا نكتب بلون باين. يبقى لو أنا عايز أجيب المومنت عند نقطة واحد، هقول إن الكلام ده طبعا بالسالب. ليه بالسالب؟ لأن أنا عند المستوى اللي حاصل فيه إيه؟ اللي حاصل فيه ضغط. فأنا هقول سالب اف على 2 في المسافة اللي هي ايه؟ المسافة دي مثلا اللي انا هسميها من الاف على 2 لغاية واحد، دي هسمي المسافة دي دي، فهسمي المسافة دي اللي هي دي. تمام؟ جميلة. فهسمي المفروض المسافة دي اللي هي دي. طيب لو واحد بقى لو واحد جه قال لي ايه؟ جه قال لي والله انا مش عاجبني الكلام ده، يعني انا عايز احسبها من هنا. خلاص انت احسبها من القوتين مفيش مشكلة، احسبها من عند القوتين مفيش مشكلة. بس في الحالة دي انا مش حابب ان انا احسبها بالقوتين دول، اللي هي القوة اللي في النص والقوة دي. عشان اقول لك ليه، عشان انا واخدها كسري دي، انت مش عليك طبعا الكلام ده، بس انا حاولت افهمك الموضوع يعني بشكل مجسم شوية، ولكن الموضوع هيختلف معانا في المسائل. وهقول لك قاعدة الإشارات، لو دي للقوة الفوق بتبقى إشارة العزم بتبقى سالبة، ولو دي للقوة تحت بتبقى إشارة العزم بتبقى موجبة. وهقول لك ليه برضو الكلام ده في المسائل، بس احنا بناخد في الأول الموضوع كده بصورة ايه جنرال شوية. طيب لما اجي بقى اقول لحضرتك انا دلوقتي، سيبنا بقى من الكلام ده، لما اجي اقول لحضرتك انا دلوقتي عايز احسب الاسترس، تمام، عايز احسب اجهاد الانحناء، يعني عايز احسب السيجما بيندنج. السيجما بيندنج هتساوي موجب او سالب، طبعا الاثبات ده المفروض الدكتور اثبته لك في المحاضرة، فاحنا مش هنتطرق ليه عشان وقت الفيديو. ام على اي في واي، حيث الام ده المومنت، والموجب او السالب دول اشارات المومنت، سواء كان هو مثلا في نقطة حصل عليها ضغط، او في لو في نقطة حصل عليها ضغط يبقى هنختار السالب مومنت، لو في نقطة حصل عليها شد يبقى هنختار موجب مومنت. جميل. او ايه هو الواي؟ الواي هو المسافة بين النيوترال اكسس والنقطة اللي انا بجيب عندها العزم. ايه هو النيوترال اكسس؟ النقطة اللي انا بجيب عندها العزم طبعا، احنا اللي هي مثلا اي نقطة، لو انا مثلا قلت لك النقطة رقم واحد مثلا يعني بافتراض. طيب تعال بقى نتكلم عن النيوترال اكسس. ما هو النيوترال اكسس؟ النيوترال اكسس ما هو الا الخط اللي اجهاد الانحناء عنده بصفر. وخلي بالك انا ما قلتش عزم، انا ما قلتش العزم عنده بصفر، انا قلت لك اجهاد الانحناء اللي هو السيجما بيندنج عنده بصفر. تمام. طب هنا النيوترال اكسس بتاع البيم هنا هتبقى عامله ازاي؟ النيوترال اكسس بتاع البيم هنا هتبقى في النص، عمودي على النيوترال اكسس، هي في نص الجسم بالظبط. لو البيم دي متزنه هتبقى في نصها بالظبط، او قصدي منتظمه هتبقى في نصها بالظبط، وعمودي على اتجاه العزم. يبقى نيوترال اكسس ما هو الا بيبقى عمودي على اتجاه العزم وفي منتصف الاجسام المنتظمه. يبقى تاني، نيوترال اكسس بيبقى في منتصف الاجسام المنتظمه، وحط تحت كلمه منتظمه 200 خط، وبيبقى عمودي على اتجاه العزم. يبقى اذا النقطه اللي عند السطح اللي فوق هي عليها اقصى، او قصدي النقطه دي اللي هي دي بيبقى عليها اقصى عزم. ليه؟ لان هي اقصى واي، لان احنا اتفقنا ان النيوترال اكسس ده في النص، عليها قصدي اقصى اجهاد انحناء. ليه؟ لان الواي بتاعتها دي قيمة قصوى او قيمة عظمى، الواي دي ماكسيموم. ليه؟ لان هي على سطح الجسم العلوي اللي فوق، يبقى اذا الواي بقيمة عظمى. تمام. ومش كده وبس، هي طالما النقطة دي كمان في النص يبقى المومنت بتاعها هو كمان ماكسيموم. انما الاي ده
الاي ده بيبقى بيختلف من شكل للتاني. الاي ده عبارة عن حاجة اسمها عزم ثنائي المساحات، ده بيبقى على حسب الشكل. لو الشكل دوت مستطيل بالمنظر ده، ده بيبقى بي اتش تكعيب على ال 12 اللي هو الموازي في الموازي للنيوترال اكسس، اللي هو الطول الموازي للنيوترال اكسس على العمودي في العمودي تكعيب على ال 12. وهنقول الكلام ده هنشرحه بعد اللقطة دي، تمام؟ يبقى انا دلوقتي عشان اجيب سيجما بيندنج ماكسيموم لازم اجيب نقطه يكون عندها المومنت ماكسيموم والواي بتاعتها ماكسيموم، ويستحب كمان لو الاي ايه مينيموم. ولكن لو احنا بنتكلم عن كبيم واحده يعني او جسم واحد، فالاي دي بتبقى مفروض ثابته. فانا لو انا عايز اجيب سيجما بيندنج ماكسيموم فبنقول ام ماكسيموم في ايه في واي ماكسيموم، تمام؟ تمام. وقلنا الموجب او السالب، الموجب لو انا بختار المستوى اللي عنده شد، اللي بيحصل عنده شد اللي هو المستوى اللي تحت. طب لو انا هنا جبت النقطه دي، النقطه دي هيبقى عندها اقصى واي. ليه؟ ليه اقصى واي؟ لانها الواي احنا قلنا نيوترال اكسس بيبقى في النص، تمام؟ والواي هنا طبعا على حدود البيم اللي هو في المستوى اللي تحت، فهنا طبعا هتبقى اقصى واي، تمام؟ وهنختار طبعا الاشاره البوزيتيف لان هو هنا ايه شد، تمام؟ واضح بس كده؟ الكلمتين دول كلمتين مهمين قوي. تعالى بقى نتكلم عن الواي في الاشكال المختلفه. طبعا عزم ثنائي المساحات هو مش عليك طبعا الاثبات بتاعه، ولكن انا هقول لك الاشكال المختلفه بتاعه الاشكال اللي علينا يعني والكلام ده. طيب لو انا عندي مستطيل بالشكل ده، مستطيل بالمنظر ده، المستطيل بالمنظر ده لو احنا مثلا افترضنا ان انا عندي العزم بتاعه حاجة كده بالمنظر ده، اتجاه العزم بالمنظر ده. طبعا الاتجاه ده والاتجاه ده طالما ليه انا بعملهم الاتنين دول؟ لان لازم يكون الجسم متزن، يعني لازم العزم ده يكون عكس اتجاه العزم ده عشان يفضل الجسم ده متزن، تمام؟ يبقى نيوترال اكسس احنا متفقين طالما الجسم ده برضو منتظم، تمام؟ منتظم، يبقى نيوترال اكسس بتاعه في المنتصف، تمام؟ في منتصف الجسم وبيبقى عمودي على اتجاه العزم، ده احنا متفقين. طب هنا الاي هتساوي ايه؟ هتساوي الموازي للنيوترال اكسس، الموازي للنيوترال اكسس في العمودي على النيوترال اكسس تكعيب على 12. على ايه؟ على 12. طيب لو جيت جبت لك مثلا والله دايره، والحاجات دي طبعا ليها اثباتات، ولكن الاثباتات يعني مش عليك. لو جيت جبت لسيادتك دايره وجيت قلت لحضرتك انا دلوقتي عايز احسب الاي بتاع الدايرة، الاي بتاع الدايرة هيساوي باي على 64 دي أس 4، يعني الديامتر أس 4، تمام؟ طيب تعالى بقى حالة كمان، لو أنا بقى جيت عملت لك دايرة مجوفة، يعني حطيت لك جواها دايرة كمان تجويف، يعني افتراضا ان يعني ده تجويف، حصل هنا تجويف، يبقى سيادتك الماتيريال بتاعتك فين؟ انا ماليش دعوه بالحاجات، يعني انا ليا دعوه بالماتيريال فين، انا مش دعوه لا بالتجويف ولا باي حاجه، ليا دعوه دلوقتي بالماتيريال فين، تمام؟ الماتيريال اللي هو ايه الجزء اللي ايه اللي انا بهشر اللي انا ايه بشاور عليه ده، اللي هو دي ماليش دعوة، ده جوه ده جوه ده فراغ، تمام؟ يبقى اذا هنا الاي هتساوي باي على 64 ايه بقى؟ باي، انت اكيد طبعا بتقول القانون من قبل ما انا اكتبه، باي على 64 دي اوتر اس 4 ناقص دي انر اس ايه؟ اس 4. وكذلك برضو الكلام ده في المستطيل نفس الفكرة، يعني انا لو جبت لك مثلا مستطيل حاجة كده بالمنظر ده، تمام؟ وجواه برضو مستطيل تاني، ده مستطيل وبرضو جواه مستطيل تاني حاجة كده بالمنظر ده،
وطبعا احنا هنا لو هنا النيوترال اكسس مش فارقه كتير، يعني في الدايره النيوترال اكسس مش هيختلف. ليه؟ لان انا سواء كنت عملتولك كده او عملتولك كده، كده كده مفيش لا موازي، انما في المستطيل تفرق، لان انا بتكلم هنا الموازي للنيوترال اكسس في العمودي تكعيب على 12. يعني مثلا هنا بافتراضا لو قلنا النيوترال اكسس في الاتجاه ده على اساس ان العزم كده، هو بيبقى عمودي على اتجاه العزم، على اساس ان العزم كده، فبنيجي نقول ان الاي في هذه الحالة، وطبعا احنا بنتكلم عن الماتيريال اللي هنا، الماتيريال اللي هنا، هنا مثلا ايه فراغ، الماتيريال اللي في النص ما بين الايه، ما بين الجزئين دول، يبقى الاي بتساوي الموازي اللي هو الضلع ده. لو مثلا لو قلنا الضلع ده مثلا هنسميه ايه، وده مثلا سي، يبقى الموازي للنيوترال اكسس ايه، تمام، في العمودي تكعيب اللي هو سي تكعيب على 12. بس مش كده وبس، لازم طبعا سيادتك هتطرح منه، لو قلنا مثلا اللي جوه دوت ب دي، وده مثلا ان مثلا بافتراضا اي حاجه، يبقى هنقول ناقص الموازي للنيوترال اكسس اللي هو دي في الان تكعيب العمودي تكعيب على 12، تمام. ده اللي هو الاي بتاع الاجسام او الاشكال المنتظمه، الاجسام اللي اشكالها بتبقى ايه، منتظمه. طيب بافتراضا لو انا عندي شكل بقى مش منتظم، وده ان شاء الله هنتعرض ليه في المسائل. طبعا المساله دي على فكره المساله دي جت في امتحان قبل كده فمهمه. طيب هو سيادته عايز يحسب الاستريسز اللي عند ايه، واللي عند اللي عند نقطة A اللي هي دي، واللي عند نقطة C، واللي عند نقطة B. طبعا القوة دي مش في بتأثر في محور الجسم، يبقى إذا مش هتعمل لي أكسل ستريس، يعني هي القوة دي مش بالمنظر ده، أو مش بتضغط أو مش بتشد، يعني هي مش في اتجاه محور الجسم، يبقى إذا هنا مفيش أكسيال ستريس. ولكن القوة دي لما بتيجي تضغط هنا فبتعمل ان هي بتعمل انحناء في يعني البيم ده، فبتخليه يرخي كده بالمنظر اللي احنا كنا راسمينه ده، يعني بشكل اوضح بتخليه القوة دي هتخليه يرخي كده، والقوة دي برضه هتخلي اللي هنا ده هيرخي برضه كده، مع ده برضه هيرخي شوية. يعني لو حد برضه متخيل معايا الموضوع كده، يعني القوتين دول هيخلوا الاتنين يعني يرخوا كده حاجة بالمنظر ده. طيب جميل أوي. طيب دلوقتي احنا عايزين نحسب الاسترس اللي عند نقطة A اللي هو البندنج، يعني اللي هو مقدار الترخيم أو مقدار الانحناء، والاسترس عند نقطة C، والاسترس عند نقطة B. طيب لو جينا كتبنا قانون سيجما البندنج عند نقطة A، ما هو إلا موجب أو سالب سواء كان شد أو ضغط، طبعا الإشارة دي على حسب اتجاه العزم M على I في Y، تمام. ومن الواضح إن هنا الكروس سيكشن اريا مربعة في الجزئين، بس هنا في فراغ، تمام، ف في جزء فراغ يعني، فالاي في المنطقة الأولى اللي هي دي هيبقى باي على 64، تمام، 40 أس 4، والاي في المنطقة التانية طبعا هيبقى باي على 64، هنفتح قوس هنقوله 60 أس 4 اللي هو الأوتر أس 4 ناقص الانر أس 4 اللي هو 40 أس 4. طيب جميل أوي، ده بالنسبة لموضوع الار الاي يعني. طب بالنسبة لموضوع الواي، والله الواي مثلا بالنسبة لنقطة A احنا قلنا، تعالى بقى نتكلم فيه، احنا كنا لسه قايلين من شوية ان انا لما باجي ارخي حاجة بالمنظر ده، طبعا انا بأثر بقوة من فوق بضغط، يبقى اذا المستوى اللي فوق هيتضغط والمستوى اللي تحت هيتشد، فاتجاه المومنت هيبقى بالمنظر ده، يبقى العمودي على المومنت هو نيوترال اكسس، يبقى النيوترال اكسس اللي هو محددهولي ده اللي هو ده اللي هو النيوترال اكسس، يبقى ده اللي هو النيوترال اكسس.
جميل أوي. يبقى إذا الواي في المنطقة الأولى هتساوي 40/2، والواي في المنطقة التانية على حسب بقى، لو أنا مثلا عايز نقطة بي فهتبقى يعني اللي هي لو جينا مسحنا هنا فهتبقى 60/2، والاي في منطقة تانية فهتبقى 40/2، يعني البعد بين النقطة والنيوترال اكسس. الواي دي هي البعد بين النقطة اللي أنا عايز أجيب عندها العزم، أو العزم أو الاسترس، يعني الاسترس والنيوترال اكسس. طيب جميل أوي، دي المفروض خطة ال أو خطة الحل يعني اللي احنا المفروض هنمشي بيها بإذن الله. طيب بالنسبة للإم بقى، الإم لو أنا عايز أجيب الإم عند نقطة إيه؟ طب ما دي بسيطة، الإم هنا هتساوي تمام الستة تمام في، ما تنساش تضربها في 1000 أو 10 أس 3 عشان تحولها اللي هي الستة دي، أنا عايز أجيب العزم عند نقطة إيه تمام، فهحسبها من القوة دي اللي هي المعلومة تمام، فهقول تمام اللي هي القوة المعلومة اللي هي من على اليمين، فهقول 6 في 10 أس 3 عشان أحولها يعني من كيلو نيوتن لنيوتن، فهقول في المسافة بتاعتها 100 تمام. طيب اتجاه العزم ده موجب أو ولا سالب؟ طيب نتفق اتفاق، والاتفاق ده طبعا مبني على منطق، لو دي للقوة لفوق يبقى إشارة العزم بالسالب. طب ليه؟ لأن لو دي للقوة لفوق هتولد لي عزم بالمنظر ده، وطالما النقطة دي في المستوى المفروض اللي فوق اللي هو المفروض اللي عليه ضغط، يبقى إذن الإشارة بالسالب. فهنتفق اتفاق بقى نوحده كده على طول بإذن الله، إن لو دي للقوة لفوق يبقى العزم هناخد إشارته بالسالب، ولو دي للقوة لتحت حاجة كده بالمنظر ده هيبقى العزم بالإيه؟ بالموجب. والكلام ده طبعا المفروض هتاخدوه يعني في الاستراكشر بالتفصيل الترم اللي جاي، وهطلع الناتج هنا نيوتن في ملي متر. طيب بالنسبة لموضوع الاي احنا قلنا عند نقطة ايه ده كده الام ايه وده الاي ايه، طبعا الاي ايه هتبقى باي على 64، ما هي الا باي على 64 في ال40 أس 4 تمام، واطلع الناتج، وطبعا ده هيبقى ملي متر اس كام؟ اس 4، لان ده عزم ثنائي المساحات. طيب والواي هنا طبعا هتبقى ايه؟ نقطة ايه دي موجودة فين؟ موجودة عند نص ال40. واكيد طبعا واحد كان هيجي يسألني، طب انت ما اخدتش نقطة ايه؟ ليه ما اخدتش الاي تمام الاي دي على الجزء بتاعت الجزء الكبير؟ لان ببساطة شديدة ما هو انت لسه قايل لي ان الواي دلوقتي ب20، ليه انت سيادتك ما قلتليش ان الواي مثلا برقم تاني؟ ما انا طالما اخدت الواي بتاعت المسافة دي يبقى اذا خد لي هي نفس الاي بتاعت الايه بتاعت الجزء ده تمام. اظن انا كده جاوبت لك على سؤال انت اكيد سألته من ساعة لما قلت لك الاي بباي على 64 40 اس 4 تمام، لان من الواي اصلا انت واخدها هتاخدها غصب عنك ب20، مش هتاخدها مثلا ب، ما انت اصلا المسافة دي انت ما تعرفهاش اساسا تمام. يبقى هو اكيد قصده، هو المفروض كان يوضح هنا في المسألة، بس هو اكيد هنا قصده ان الايه عند الايه الكانتليفر اللي هو ب40 ده تمام. جميل اوي، ومن هنا طبعا اعوض في سيجما بيندنج واطلع الايه الناتج، معانا الام ومعانا الاي ومعانا الواي، نقدر والاشارة بتاعتنا طبعا هتبقى هنختار الاشارة السالبة. طيب تعال نجيب سيجما، هو ايه ده؟ هو ده كان ايه ده؟ عايزين بقى نمسح دول، احنا ما كتبناش هنا. طيب مش عارف، طيب المهم ما علينا. لا انا عايز بس القانون ده يكون موجود معايا، حتى نمسح الحتة دي مش مشكلة. طيب عايزين نجيب البندنج عند نقطة سي، بندنج عند نقطة سي. طيب عند بندنج عند نقطة سي هنختار الإشارة الموجبة ولا السالب؟ ما نعرفش ليه، لأن احنا دلوقتي بقى عندنا القوة 6 كيلو نيوتن وبقى عندنا القوة 6 كيلو نيوتن، فهنقول الام عند نقطة سي اللي هي بالظبط هتساوي الام عند نقطة ايه، هتساوي الام عند نقطة بي
بس نخلي بالنا بقى عند نقطة بي هيبقى اتجاه العزم بالموجب. ليه؟ لأن هو في المستوى اللي تحت خالص اللي هو حاصل عليه شد. إنما عند نقطة سي أكيد العزم هيبقى بالسالب. ليه هيبقى بالسالب؟ لأن النيوترال أكسس، لأن النقطة دي فوق النيوترال أكسس، يعني في المنطقة اللي حاصل عليها ضغط تاني. هنوضح بس الحتة دي، بس خلينا نكتب العزم الأول. طيب العزم ما هو إلا سالب، تمام؟ الإشارة هنا بالسالب، فهنقول هنا سالب 6، تمام؟ لأن دي للقوة الفوق في الناحيتين، يعني دي للقوة الفوق المفروض في ناحيتين، يبقى 6 في 150 ناقص 6 في 100 زائد 150 يبقى 250، وهحسب هنا قيمة، تمام؟ بعد كده هقوم قايل ان الاي عند نقطة مثلا سي بقى هتساوي ايه؟ الاي طبعا عند نقطة سي باي على 64، تمام؟ باي على 64، 60 ناقص 40. واحد يجي يقول لي ليه ما خدتهاش 40؟ لان ال 40 ده ثقب ما فيهوش ماتيريال اصلا، فانا هاخد الايه؟ 60 اس 4 ناقص 40 اس 4، اللي هو الجزء اللي اصلا فيه ايه؟ فيه ماتيريال، لان الثقب ده ما فيهوش ماتيريال، اللي هو ده عبارة عن ايه؟ فتحة شنيور كده في الماتيريال، فدي ما فيهاش ماتيريال اصلا، الماتيريال موجودة في الجزء اللي ايه؟ اللي هو ده. جميل أوي. طيب يبقى احنا كده حسبنا على الاي عند نقطة سي، اللي هي بالظبط هتبقى الاي عند نقطة ايه؟ بي. نفس الايه؟ نفس القانون، لان ده اصلا مساحة ايه؟ فيها ثقب. طيب بالنسبة للواي عند نقطة سي هناخدها بالايه بقى؟ هي المفروض فوق النيوترال اكسس، يعني هي المفروض في الجزء اللي بيحصل عليه كومبريشن، فطبعا هي المسافة ما بينها وبين نيوترال اكسس ب 20، لان دي ب 40، فهي عند ما بينها وبين نيوترال اكسس اللي هو ده، اللي هو ده، فيبقى 40 على 2 ب 20، 20 مليمتر. واتجاه العزم بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى سالب. انما النقطة اللي تحت اتجاه العزم بتاعها هناخده بالايه؟ بالبوزيتيف، لان هي المفروض هتبقى تنشن، حتى لو قيمة العزم ده بالسالب، يعني هو اصلا قيمة العزم بالسالب، ولكن عشان النقطة دي موجودة في المستوى اللي تحت هناخدها بالايه؟ بالموجب، لان المستوى اللي تحت هو بيحصل عليه ايه؟ بيحصل عليه شد. يبقى اذا الواي سي هناخدها ب 20، نقدر هنا نحسب السيجما بندنج سي، وهناخد الاشاره السالبه لان هي في المستوى اللي بيحصل عليه ايه؟ ضغط، اللي هو فوق النيوترال اكسس. انما المستوى اللي تحت النيوترال اكسس اللي هو موجوده فيه النقطه بي، يبقى واحنا بنحسب نقوله سيجما بندنج عند النقطه بي هتساوي اللي طبعا اللي هو الام بي، وهنقوله هناخده طبعا بإشارة موجبة. ليه؟ لأن هو موجود في المستوى اللي تحت النيوترال أكسس اللي هو حاصل عليه إيه؟ شد. في الواي، تمام؟ الواي هنا طبعا هتبقى بكام؟ ب 60 على الاتنين، لأن هو المسافة ما بينه وبين النيوترال أكسس هتطلع على 60 على الاتنين اللي هي ب 30، وما ننساش الأي طبعا الأي بي اللي احنا لسه حاسبينها من شويه. ده كده بالنسبه للمساله دي، وهنا طبعا هيحصل شد، وفي الاثنين دول طبعا هيحصل ضغط. طب ليه في الاثنين دول هيحصل ضغط؟ سواء كانت عند نقطه ايه، ليه هيحصل ضغط في الانحناء؟ هيبقى بالسالب، لان هي فوق النيوترال اكسس، فوق في المنطقه اللي حاصل عليها ضغط، اللي دي اللي راس السهم عندها فوق النيوترال اكسس. ونقطة سي برضو نفس الكلام، حاصل عليها ضغط لان هي في المنطقة اللي فوق النيوترال اكسس اللي هي حاصل عليها ضغط. انما نقطة بي في المنطقة اللي حاصل عليها شد اللي هي تحت النيوترال اكسس، فهناخد الام بالايه؟ الام بالموجب، بغض النظر عن برضو اتجاه الاشارات بتاعت الايه؟ الاسهم. انا اهم حاجة عندي المنطقة دي حاصل عليها ضغط ولا حاصل عليها شد. طبعا بعد كده دي يعني نوعية من المسائل بهتم بيها بالمستويات اللي فوق النيوترال اكسس واللي تحت النيوترال اكسس. في نوعية تانية
يعني بيبقى اللي هي المسألة اللي الدكتور حلها في آخر المحاضرة دي، يعني بيديني هي نقطة أساسا في النيوترال أكسس نفسه، هنشوفها برضو ونفسرها واحدة واحدة. طيب هجيب لكم، بس هوقف الفيديو واجيب لكم مسألة تانية ونحلها مع بعض إن شاء الله. طيب بالنسبة للمسألة دي، الحقيقة مسألة برضو امتحان، والمسألة اللي فاتت برضو كانت مسألة امتحان ميد ترم. طيب ودي برضو مسألة امتحان ميد ترم. طيب بيقول لك if the cross section of the simplified support steel beam in figure 2 the same as that shown in figure 1، عايز يحسب سيادته الماكسيمم نورمال ستريس if the horizontal load اللي هو اللود الأفقي is passing through تمام the centroid of the beam cross section. طيب جميل أوي الكلام ده، يبقى هو عطيني قوة أفقية عند النقطة دي. طيب طيب وطالما في قوة أفقية يبقى أنا من حقي إن أنا أرسم النورمال فورس دياجرام عادي، وإحنا متعلمين إن إحنا بنرسم النورمال فورس دياجرام هنا. طبعا همشي من اليمين او همشي من الشمال مش هتفرق طبعا. نورمال فورس ديجرام ده اللي مش فاهمه ممكن يرجع لفيديو المحاضرة التانية تمام، بس احنا الفكرة كلها ان احنا بنرسم خط اللي هو خط ان الفورس عنده بصفر تمام، وبمشي من اليمين او بمشي من الشمال. لو القوة اتجاهها مثلا كده فبفرضها ان هي شد، لو عكس اتجاهها فبفرضها ان هي ضغط. فاحنا هنفرض ان القوة دي يعني مثلا بتضغط على النقطة دي، فانا لحد دلوقتي من نقطة ايه انا ملقتش قوة، جيت عند النقطة دي اللي هو الخط ده، فهنزل بقوة مقدارها كام، 50 كيلو نيوتن، لغاية المفروض ما اوصل، هو دي مش عارف فيكسد تقريبا، لا دي المفروض الركيزة دي متحركة، انا مش شايف والله. لا انا يبقى العكس بقى، يبقى المفروض احنا دلوقتي المفروض الركيزة دي ركيزة ثابتة، يبقى لو احنا جبنا ردود الافعال يبقى الـ القوة دي اتجاهها كده، فهيبقى هنا في اكس اي بنفس المقدار هتساوي 50 كيلو نيوتن، 50، وهيبقى هنا دي طبعا لو دي 40 ودي 20 ودي 100 ودي 1000 ودي 1500، ممكن بقى نجيب الرياكشنز هنا ال y a، وهنا طبعا طالما دي ركيزة بتتحقق يعني بالمنظر اللي هو اللي فيها عجل من تحت تمام، مش فيكسد يعني، اللي بنسميها مش عارف الرولر، بيسموها رولر بالانجليزي، وهنا y b. هجيب بقى اوقف الفيديو اجيب ردود الافعال وارجع لكم تاني عشان بس ايه منقعدش بقى لسه هنحسب العزم. طبعا انا هجيبه من العزم، هاخد العزم عند نقطة A واجيب واي بي، وبعد كده اجيب محصلة الفورسز في اتجاه محور واي، اجيب الواي A والاي والواي بي. طيب هما طلعوا ده ب 30 وده طلع ب 30، 30 طبعا كيلو نيوتن، وهنا 30 ايه كيلو نيوتن، ده ب 30. لو انا دلوقتي عايز ارسم النورمال فورس دياجرام ليه، لان في قوه بتاثر في محور الجسم، واقول لك ليه انا عايز برسم اصلا نورمال فورس دياجرام، لان هو عايز يحسب الماكسيمم نورمال ستريس. يعني ايه الماكسيمم نورمال ستريس؟ يعني هو عايز يحسب الاستريسز النورمال الماكسيمم بتحصل فين. وخلينا متفقين ان البندنج ستريس ما هو الا نورمال ستريس تمام، هو يعتبر نورمال ستريس. ليه هو يعتبر نورمال ستريس؟ لان هو بيأثر، مش هقول لك في المحور، ولكن هو بيأثر عمودي على المساحة. يعني بتلاقي اصلا القوة ديت اللي احنا كنا راسمينها اساسا في الاول، اللي هو مثلا احنا كنا راسمين بيم بالمنظر ده، يعني احنا كنا راسمين بيم بالمنظر ده، وفي مفروض قوة هنا بتأثر تمام. فالقوة دي مالها؟ بتبقى عمودية على المساحة اللي فوق، فعشان كده بيسموه نورمال، يعتبر هو نورمال استرس. والاكسيال برضو استرس يعتبر نورمال استرس. فانا هرسم النورمال فورس دياجرام
من حيث الاكسيال ستريس عشان المفروض اجمعه بعد كده على البندنج ستريس، يبقى انا كده جبت الايه الماكسيمم نورمال ستريس اللي هو مجموع الاكسيال ومجموع البندنج اللي هما من اللي هي القوة اللي بتأثر في المسألة دي. طيب انا مثلا هاجي مثلا من هنا حاجة بالمنظر ده، ان انا هفرض ان هبدأ نورمال فورس دياجرام، هبدأ من الطرف الشمال واحنا كده يعتبر بنشد، فاهو 50 كيلو نيوتن، وافضل ماشي لغاية النقطة دي، قابلت قوة في عكس الاتجاه، يبقى ادي الـ50، يبقى الحتة دي بـ50 كيلو نيوتن. اظن طبعا انتوا عارفين الكلام ده من الفيديو بتاع المحاضرة التانية، ومفيش حد عنده مشكلة في النورمال فورس دياجرام. ده بالنسبة للنورمال هنسميه ان اف دي، نورمال فورس دياجرام. طبعا ممكن ارسم الشير فورس دياجرام، ولكن مش هحتاجه في حاجة اساسا، فهرسم ممكن البندنج مومنت دياجرام بقى على طول. طيب البندنج مومنت دياجرام دوت برسمه ليه؟ برسمه بغرض ان هو يبين لي ايه اقصى عزم، فين اقصى عزم موجود في انهي نقطة. تمام، ان شاء الله لو انا لقيت اقصى عزم مثلا موجود عند النقطة دي، اجمعه مع النقطة دي اللي بيحصل عليها اقصى نورمال استرس او اقصى اكسيال استرس، يبقى انا جبت كده جبت الايه الاقصى نورمال استرس. يبقى تاني انا قلت ايه؟ انا قلت ان انا مثلا عندي نقطة هيبقى عندها اقصى عزم، واكيد النقطة دي ان شاء الله هيبقى عندها اقصى نورمال ستريس اللي هي كده كده الخمسين، الاكسيال ستريس اللي هي كده كده الـ50. لو جمعت العزم بتاع البندنج اللي هو البندنج يعني جمعته مع الاستريس الاكسيال، يبقى انا كده جبت اقصى نورمال ستريس ولا لا؟ دي خطة الحل. تمام، طيب هنرسم حاجة اسمها بي ام دي او نو او بندنج مومنت ايه دايجرام، وده طبعا بيتطلب في الامتحان، الدكتور لازم ترسمه له. يبقى اول حاجة احنا دلوقتي عايزين نجيب العزم عند جميع النقط اللي عندنا، نقطة ايه ومثلا ونقطة بي، وهنسمي دي نقطة سي وهنسمي دي نقطة دي. فانا عايز اجيب اول حاجة العزم عند نقطة ايه. العزم عند نقطة ايه هيساوي صفر. ليه هيساوي صفر؟ ما انا مثلا لو انا عايز اجيب العزم عند اي نقطة، ببص القوة اللي على يمين النقطة والقوة اللي على شمال النقطة. جيت بصيت للقوة اللي على الشمال لقيتها هوا فاضي، يعني عند نقطة ايه اللي هي النقطة دي، تمام، لقيت على شمالها فاضي مفيش قوة، يبقى اذا العزم عندها بصفر. تمام، طب على يمينها لقيت قوة كتير، لو جيت حسبتهم هلاقي المحصلة بصفر. طيب احسب كده معايا، قول سالب ربع 40 في 1500. طب هتيجي تقول لي ليه سالب؟ ما هو اصل حضرتك دي للقوة لفوق. تمام، ناقص 20 في 3000 اللي هي المسافة، زائد، وليه زائد؟ عشان دي للقوة لتحت، اهو دي للقوة لتحت، زائد 30 في 4000، اجمعهم كده هتلاقيهم كلهم برضو بصفر، يبقى اذا العزم عند الايه بصفر. طيب عايزين نجيب العزم عند نقطة سي اللي هي اللي بعدها. طيب احسبه من اليمين ولا احسبه من الشمال؟ لا انا احسبه من الشمال اسهل. ليه؟ لان الشمال فيها قوة واحدة اللي هي مين. طب هتيجي تقول لي القوة الاكس دي، لا ما هي القوة الاكس دي يعني مفيش دي قوة افقية، انا ليا دعوة بالقوة الايه الرأسية هي اللي بتولد لي عزم. تمام، لان هنا القوة دي مفيش مسافة ما بينها وما بين النقطة اساسا. تمام، انما القوة ايه في مسافة اللي هي 1500، انما القوة دي اصلا المفروض تنطبق على نقطة سي، فالقوة دي تعتبر اكسيال ستريس ما بتعمليش بندنج. تمام، فهقول ال30 وهاخدها بالموجب، يبقى انا العزم عند النقطة سي هقول موجب 30. ليه؟ لان دي للقوة لفوق، موجب 30 في المسافة اللي هي كام 1500، وهحسب الكلام ده. طيب مع ان انا ممكن كنت احسب العزم عند نقطة سي من اليمين، بس انا دلوقتي احسب قوتين مش قوة واحدة، فانا هقول سالب. ليه سالب؟ ليه؟ لان هنا دي للقوة لفوق، فهقول سالب مقدارها كام دي بس ايه عشان مقدارها 20، يبقى هقول سالب 20 في 1500 زائد 30 اللي هي القوة دي، 30 في كام؟ في 1000 زائد 1500 يعني 2500. تمام، 2500 اللي هي المسافة بين القوة اللي هي واي بي لحد نقطة ايه لحد نقطة سي. تمام، طيب هيديني برضو المفروض نفس الناتج،
تقلقوش. طيب عايزين نحسب العزم عند نقطة اللي بعدها اللي هي نقطة دي، يبقى ام دي. احسن ان انا طبعا احسب العزم من اليمين، فهقول موجب لان دي للقوة تحت، فهقول 30 في المسافة اللي هي 1000، فهقول موجب 30 في المسافة اللي هي 1000 هيطلع ان ده. تمام. يبقى انا دلوقتي العزم عند نقطة ايه بصفر، فكذلك نقطة ايه هتبقى موقعة عند البندجمود دياجرام الخط، لان الخط ده هو خط ايه العزم عنده بصفر، وكذلك برضو عند نقطة بي العزم عندها بكام؟ بصفر. ليه بصفر؟ لان انا لو جيت بصيت للنقطة من اليمين هلاقي مفيش قوة، فاضي هوا، يبقى اذا العزم عندها بصفر. لو انا عايز احسب من الشمال مفيش مشكلة، فهقول موجب 30 في المسافة دي اللي هي ب 4000 ناقص، عشان دي للقوة اللي تحت، متهيألي القوة دي ب 40 تقريبا، بس احنا مش هبطين عليها، 40 في المسافة دي اللي هي ب 2500 ناقص 20 في المسافة دي اللي هي ب 1000 هيطلع لك برضو بصفر، محصلة هتطلع بصفر. تمام. طيب يبقى عندي بي بصفر، يبقى عندي دي نقطة بي العزم عندها برضو بكام؟ بصفر. طيب مين أكبر العزم؟ طبعا احنا هنتفق ان احنا هنوقع العزم الموجب لتحت والسالب لفوق، ده حاجة كده متفق عليها دوليا، في البندنج بنوقع الموجب لتحت والسالب لفوق، وطالما الاتنين دول موجب هو المفروض مين اكبر من التاني، 30 في 1500 ولا 30 في 1000؟ اكيد العزم عند نقطة سي اكبر، فهنوقعها مثلا هنا كده، ده العزم عند نقطة سي وده العزم عند نقطة دي اللي هو المفروض أقل، لأن ده 30 في 1000 فده المفروض أقل، فالعزم البندنج مومنت دياجرام هيبقى عامل كده. تمام. احنا كده متفقين ان العزم الموجب لتحت والسالب لفوق. مش عارف الدكتور قايل لكم ممكن يكون قايل العكس، الموجب فوق والسالب تحت، بس هو في الاستراكشر او في البندج مومنت دياجرام في المدني بيعتبروه ان الموجب لتحت والسالب لفوق، دي قاعدة الايه البندج مومنت دياجرام عندهم، وممكن تهشر هنا طبعا الكلام ده كله برضه هتفهموه من الاستراكشر بتاع الترم التاني، واقول ان المنطقة دي عزمها موجب. يبقى انا دلوقتي اقصى عزم عندي مقداره كام؟ 30 في 1500 ومقداره موجب. تمام. جميل قوي. يبقى انا دلوقتي خطتي ان انا المفروض احسب الايه، احسب الاسترس هنا عند نقطة سي، والاسترس عند نقطة سي مقداره القوة على الاريا، والاريا عندي ولا ما عنديش؟ الاريا هو مش عطاها لي الحقيقة، سنترويد ذا بيم كروس سيكشن اف ذا كروس سيكشن اوف سمبل اوف ستيل از ذا سيم، يعني كروس سيكشن هنا ما فيش تغيير في مساحة المقطع، انا هاخد مسألة طبعا فيها تغيير في مساحة المقطع. طيب هو هنا مش قايل لي الموضوع الاريال. طيب عايزين دلوقتي مفروض نحسب الاريال. طيب هو المفروض الاريا دي طالما اريا سيركولار يبقى هو المفروض يكون عطالي، بس انا دلوقتي هضطر، ما هو المفروض يكون عطالي في المسألة بس مش عارف، يعني هي معطى تقريبا ناقص او مكتوبة وانا نسيت مثلا، طب ثواني اوقف الفيديو اشوف مكتوبة اصلا وانا مش هي كانت معطى في الامتحان ولا، بس هي اكيد معطى عشان انا اقدر احسب السيجما اكسيال بكام، واحسب السيجما اكسل عند نقطة سي. اشمعنى عند نقطة سي؟ لان نقطة سي دي هي اللي عندها المفروض ايه اقصى عزم، وفي نفس الوقت هي عندها اقصى اكسيال ستريس، فهتوقع يبقى عندها اقصى بندنج ستريس واقصى اكسيال ستريس، يبقى دي هي النقطة اللي عندها ذا ماكسيمم نورمال ستريس. تاني الحتة دي، تاني الحتة دي، نقطة سي انا اكتشفت ان نقطة سي من النورمال فورس دايجرام عندها اقصى نورمال ستريس. ليه؟ لان القوة عندها قوة ب 50، انما مثلا نقطة بي، تمام، اللي هي نقطة بي اللي هي هنا دي ما عندهاش قوة اصلا،
تمام. طب نقطة سي عندها أقصى أكسيال استرس وفي نفس الوقت، وخلي بالك هي مش لوحدها اللي عندها أقصى أكسيال استرس، هي نقطة دي برضو عندها أقصى أكسيال استرس، وكمان نقطة A عندها أقصى أكسيال استرس. بس نقطة سي فيها ميزة بقى، نقطة سي اللي هي دي هنا، ودي طبعا نقطة دي، نقطة سي عندها أقصى كمان ايه مومنت، فإذا هيبقى عندها أقصى بيندنج ستريس، تمام. فكذلك هنا الأكسل ستريس إن أنا أحسبه بقى موجب، لأن ده تنشن، لأن الشارة دي موجب، يبقى موجب الفورس على الأريا. الفورس طبعا اللي هي بخمسين في عشرة أس تلاتة، والأريا دي المفروض يكون عطالي باي على أربعة، الدي المفروض يكون عاطيني الدي، فأنا هشوف الدي عطولي ولا لأ في المسألة وأقول لكم. بس هو أكيد المفروض يكون عطولي. لا، هو الحقيقة في المسألة دي هو مش عاطيني الكروس سيكشن، ولكن هو الحقيقة ان البيم دي الكروس سيكشن اريا بتاعها انا ما خدتش بالي، هو الكروس سيكشن اريا بتاعها مش دائري، هو الكروس سيكشن اريا بتاعها الشكل حرف التي ده، فاذا عايزين نحسب المساحة بتاعت التي. فعشان تحسب المساحة بتاعت التي انت ممكن تقول المستطيل الصغير ده زائد المستطيل ده، يعني مثلا انت عايز تحسب المساحة بتاعت التي هتقول 180 في 20 وتجمع، هتقول بقى المسافة دي تمام في الطول في العرض هنا والطول في العرض هنا. هنا مفيش مشكلة لان الكروس سيكشن اريا هنا مش دايرة، عشان كده انا كنت عمال ادور فين ديامتر فين ديامتر، ما خدتش بالي ان في هنا رسمة حرف تي، تمام. طيب حتى في الامتحان هو قعدت ادور كده ما لقيتش، تمام. فقلت يبقى اكيد يعني مفيش غير هو قصده على التي، لان هو اصلا احنا بنحسب الكلام ده على اساس الكروس سيكشن اريا، والكروس سيكشن اريا هنا مش دايرة، هنا دي حرف تي، ده السايد فيو اصلا بتاع الرسمة دي، وده اللي هو الاليفيشن، حرف تي ده هو السايد فيو اللي هو الكروس سيكشن اريا يعني، تمام. فهنا الفورس على الاريا، الاريا هنا هنحسبها طبعا طول في عرض عادي جدا، 180 في 20 تمام، واجمع عليها بقى الحتة اللي هي ايه اللي هي المساحة دي اللي هي مش عارف دي تقريبا كام، والله ما شايف، تقريبا 180 تمام، وهنطرح طبعا منها ال20 عشان نجيب الايه الحتة دي، يبقى 180 ناقص 20 اللي هي 160 تمام، وهنضربها في ال20 تمام. وعندك طبعا الفورس اللي هي ب50، ما تنساش تضربها في 10 اس 3 تمام، وتطلع الايه الناتج. طيب بالنسبة بقى عايزين نحسب السيجما بيندنج عند نقطة سي، ليه؟ عشان بعد كده نجمعها على نورمال ستريس التاني ده ونطلع اقصى، نجمعها قصدي على الاكسيال ستريس ونطلع اقصى نورمال ستريس، بتساوي ام سي، وطبعا دي هتبقى بالموجب، في الواي تمام على اي. طيب مشكلة في الاي، الاي ده المنظر ده او الشكل ده مش منتظم تمام، الشكل ده مفروض مش ايه مش منتظم، فاحنا كده هناخد الشكل ده كده على جنب. انا عايز مثلا كنت طيب خلينا طيب ممكن نعمل انا عايز ورقة جديدة، ثانية واحدة ثانية واحدة، هوقف بس الفيديو عشان اجيب بس ورقة جديدة نكتب فيها، او لو كده نبقى نمسح، او خلاص خلينا هنا مش مشكلة، هنجيب الشكل اللي هو حرف التي ده اهو. عايزين دلوقتي نحسب الاي بتاعته، الاي بتاعته. طيب الاي بتاعته احنا دلوقتي المفروض نكون حسبنا الاريا من الطريقة اللي احنا حسبناها دي،
طيب والاي احنا عارفين ما هي الا الموازي في العمود تكعيب على الاتناشر، المفروض لو الشكل دوت منتظم، انما هنا الشكل ده مش منتظم. فاول حاجة بس خلينا نحسب موضوع ان الواي بتاعته نشوفها فين، نشوف موضوع الواي بتاعته اساسا فين. عشان نقدر نجيب الواي لازم نحسب اول حاجة نشوف النيوترال اكسس على بعد فين، تمام؟ يعني نيوترال اكسس بتاع الجسم دوت فين. فالحقيقة الجسم دوت مش منتظم، فهنفرض النيوترال اكسس مثلا في اي حتة، ده مش منتظم، فده هنفرض ان هو ده نيوترال اكسس، تمام. وهجيب حاجة اسمها عزم المساحات. عزم المساحات هقول ان مجموع العزوم حوالين محور تساوي عزم النيوترال اكسس حوالين نفس المحور. هو النيوترال اكسس ده عبارة عن ايه؟ المحصلة بتاعته. فهشوف، هجيب مثلا، هقسم الجسم ده لشوية مساحات. اول حاجة المساحة اللي انا هعلم عليها دي اللي هي المستطيل ده، وبعد كده يا سيدي المستطيل ده، تمام. طيب المستطيل دوت بافتراضا اللي هو اللي تحت ده، بافتراضا ان ده النيوترال اكسس بتاعه، او خلينا نعمله طبعا طالما هو حاجة منتظمة، تمام. فنيوترال اكسس بتاعه ده برضه شكله شبه اللون التاني، فنعمله مثلا بالاسود مثلا. فده طالما المستطيل ده منتظم، يبقى ده المفروض النيوترال اكسس بتاعه حاجة كده بالمنظر ايه، بالمنظر ده. طيب والنيوترال اكسس هنا اللي هو بتاع المستطيل الازرق اللي في النص المفروض يكون كده، واكيد طبعا احنا عارفين ان العزم اكيد يعني هيبقى في الاتجاه ده، تمام، لان القوة اصلا كانت عاملة كده، القوة هنا. فالعزم مثلا سواء كان كده مثلا او كده مش هتفرق، انما انا يهمني ان النيوترال اكسس ما عمودي على الايه، على اتجاه الايه، اتجاه العزم، تمام. فانا هاخد مثلا المحور ده هو محور ريفرنس بالنسبة لي، هاخد حواليه العزم. فانا اقول ايه، فانا دلوقتي هقول ان عزم مجموع عزوم المساحات حوالين نقطة تساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة. يبقى انا مثلا لو قلت المنطقة دي منطقة رقم واحد والمنطقة دي منطقة رقم اتنين اللي هي بالازرق، فمنطقة رقم واحد فاقول اريا واحد في الواي واحد، والواي واحد هي البعد ما بين النيوترال اكسس الاولاني عن الريفرنس اللي انا محدده، وده النيوترال اكسس التاني، وده ان ايه، ده النيوترال اكسس المحصل بتاع الجسم كله. يبقى ال A1 في ال Y1، وال Y1 دي هنحسبها ازاي؟ ال Y1 مش ده ب 20، يبقى النيوترال اكسس بتاعه المفروض في النص اللي هو ب 10، يبقى ب 10، والحتة دي المفروض كلها ب 180، يبقى المسافة دي كلها المفروض بكام؟ ب 170. يبقى ال Y1 ب 170، 170. والاريا طبعا بتاعت الجزء اللي تحت ده اللي هو ده بس هتطلع طبعا 180 في 20، يبقى هنقول الاريا دي 180 في 20، تمام. بعد كده هقول زائد اريا 2 في واي 2، طيب يبقى زائد الاريا 2 اللي هي بتاعت المستطيل مش ده بقى اللي هو يعني اللي هو ده المستطيل اللي هو ده، تمام، جميل اوي. طيب المفروض الاريا 2 هتساوي 180 ناقص 20 عشان اجيب بقى المسافة من الحتة دي للحتة دي، تمام. فهقول اللي هو 160 في 20، دي الاريا 160 في 20، تمام. الكلام ده على فكرة ده فيه عزم مساحات وفيه حاجة اسمها عزم كتل، هتاخدوها بعد كده ان شاء الله في مواد تانية، بس هنا طبعا بنستخدم عزم المساحات، فما تخضش من حاجة اسمها عزم المساحات، ما تفتكرهاش يعني ايه موضوع، يعني هو فيها ده فيه عزم كتل وفي كذا حاجة يعني من انواع العزم. طيب احنا فين؟ طيب ده نيوترال اكسس،
تمام، النيوترال اكسس بقى بتاع الجزء المستطيل ده اللي هو المفروض في النص. وطالما المسافة دي، طالما المسافة دي ب 100 مفروض و60 اللي هو 180 ناقص 20 عشان نجيب المسافة من هنا لغاية هنا، اللي هي المسافة دي اللي هي ب 100 و60، فهقول 160 على الاتنين اللي هي الواي هتبقى بكام؟ ب 80. تمام، المفروض الكلام ده مجموع عزوم المساحات حوالين محور تساوي عزم المحصلة اللي هو النيوترال اكسس اللي هو الايه اللي بالاحمر ده. النيوترال اكسس طبعا هفرضه على بعد انا معرفوش، ما هو ما عنديش، انا معرفش هو فين، فهو ادي واي، بس مجموع عزوم المساحات حوالين نفس المحور اللي هو هجمع A1 زائد A2. تمام، A1 اللي هي طبعا ب 180 في 20، و A2 اللي هي 100 اللي هو ده اللي هو الرقم ده والرقم ده، هيتبقى لك مجهول واحد اللي هو الواي. نعرف طبعا نجيبها، تمام نعرف نجيبها. كده يعتبر احنا معانا الايه الواي. بعد كده احنا دلوقتي جبنا الواي خلاص، احنا المفروض عندنا يبقى كده دي الواي خلاص والام جبناها، فاضل موضوع الاي. الاي ده عشان اجيبه اللي هو بتاع نيوترال اكسس بجيبه بنظرية اسمها نظرية المحاور المتوازية. نظرية المحاور المتوازية انت سيادتك المفروض اخدتها في الفيزياء بتاعت اعدادي، والنظرية دي كانت بتقول ان الاي لو انا عايز اجيب الاي بتاع نيوترال اكسس، تمام، بجيب ايه؟ بجيب المساحة اللي انا عايزها، تمام، هي كانت بتتجاب اللي هي المساحة اللي انا عايزها مفروض بضربها في ال ال ومفروض تقريبا او هي بتتجاب نظرية المحاور المتوازية، انا مش فاكر بس القانون بتاعها، ولكن ثانية واحدة بس افتكر بس القانون كان بيقول ايه ونرجع وارجع لكم تاني، بس انا عشان نسيت القانون فهرجع للمحاضرة افتكر بس القانون كان عامل ازاي. بس هو كان مساحة وبنجي ونضرب مساحة في طول او في بعد تقريبا، النظرية دي كانت بتقول كده وكان ليها اثبات، انت كنت سيادتك المفروض بتاخده في اعدادي، فانا هرجع للمحاضرة اشوف بس القانون كان بيقول ايه ونرجع تاني. طيب ال رجعت للمحاضرة، ال i بتاع neutral axis بيساوي ال i بتاع المساحة الأولانية زائد ال area بتاعة المساحة الأولانية في ال واحد تربيع، وأقولك ال واحد تربيع ده بيساوي كام. طيب زائد ال i بتاع المساحة التانية، تمام، زائد ال area بتاعة المساحة التانية في ال L2 ايه تربيع. ال L1 وال L2 تربيع دول المسافة ما بين النيوترال اكسس، ما انا جبت الواي بتاعته خلاص، يعني انا المفروض عرفت مكانه. ال L دي تعتبر دي L1، تمام، ودي تعتبر ايه المسافة الصغيرة دي L2 اللي هي المسافة ما بين النيوترال اكسس وال ايه ومنتصف اللي هو النيوترال اكسس، قصدي بتاع ايه يعني بتاع كل ايه مساحة، يعني المساحة الاولانية ده النيوترال اكسس بتاعها، وده المساحة التانية دي النيوترال اكسس بتاعها. المسافة ما بين النيوترال اكسس بتاع مجموع المساحات دي والمساحة الاولانية بنسميها L1، والمسافة بين النيوترال اكسس بتاع الكلي والمساحة التانية، النيوترال اكسس بتاع المساحة التانية اللي هو هنسميه L2. فالاي واحد انا مفروض اقدر ان انا اجيبه، ما هو الاي واحد ده المفروض بيساوي ايه الموازي للنيوترال اكسس اللي هي المسافة الكبيرة دي اللي هي ب 180 في العمودي تكعيب اللي هو ب 20، يبقى 180 في 20 تكعيب على ال 12، على ال 12. وبعد كده زائد الاريا واحد بقى انت تقدر تجيبها اللي هي الطول في العرض عادي اللي هي 180 في 20 تمام، و
ال ال واحد هنا طبعا طالما انت طبعا جبت الواي خلاص، فعرفت المسافة دي اللي هي دي بكام، اللي هي المفروض الواي، فخلاص فهتعرف بقى تجيب ال ال واحد وال ال اتنين، هتبقى مفيهاش مشكلة، لان ال ال واحد المفروض في منتصف المسافة واحد، قصدي المساحة واحد، لان هي دي مساحة مستطيل منتظم يعني، والاتنين ما انا قسمت الشكل الغير منتظم لمساحتين منتظمين، ولكن النيوترال الاكسس الكلي او بتاع الشكل ذات نفسه طالما هي المساحة دي اصلا غير منتظمة، يبقى النيوترال الاكسس هيبقى مش في نصه، هيبقى في مكان، والمكان ده انا جبته اللي هو الايه، اللي هو الواي جبتها تمام. ففاضل لي ان انا بس بحسب الاي، فانا قلت لك اللي هو ده معناه ايه وده معناه ايه، فانت المفروض ايه تقدر ايه تحسب في الاخر الواي، خلاص مفيش مشكلة، جبت الاي خلاص تقدر من هنا تحسب لي السيجما بيندنج عند نقطة سي اللي انا عايزها، فدي بتساوي ام سي اللي هو ام سي بكام بقى، الام سي اللي هو 30 في 1500، وبالموجب طبعا 30 في الواي. وما هي الواي هنا؟ الواي هنا المسافة ما بين النيوترال اكسس والنقطة اللي هي اللي انا بجيب عندها. طيب وهنا طبعا الواي هنا هتبقى بكام؟ طيب تعالى بقى كده، حتة الواي هنا هتبقى بكام؟ الواي هنا اولا احنا متفقين ان العزم لو شد، تمام، خلي بالك بقى من النقطة دي، ان العزم لو بشوف انا مفروض اتجاه العزم هيبقى عامل ازاي، انا بشوف دلوقتي اتجاه العزم هيبقى عامل ازاي. طيب العزم هنا خلي بالك بقى، العزم هنا هو هنا بالظبط هيبقى اتجاهه عامل ازاي. اولا انا دلوقتي مفروض بضغط كده وبضغط كده، يبقى مفروض اتجاه العزم كده، صح كده ولا لا؟ مفروض اتجاه العزم كده، طالما انا بضغط في النص من قوة كده وبضغط نص من قوة كده، يبقى البيم دي مفروض هترخي حاجة كده بالمنظر ده، تمام، هترخي كده، يبقى اذا حصل على المستوى المفروض اللي فوق دوت ضغط، والمستوى اللي تحت مفروض شد، فده مفروض اتجاه الايه، اتجاه البندنج، تمام، او اتجاه، معلش انا اسف، المومنت، تمام. طيب جميل قوي، ده اتجاه المومنت. احنا دلوقتي عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الواي، وعايزين نعرف الواي دي شد ولا ضغط. طيب يبقى اذا المفروض هنا المومنت حصلت في منطقة الشد اللي هي البوزيتيف، فعشان اجيب اقصى مومنت عندي او اقصى بيندنج ستريس هو اكيد هيبقى في منطقة الشد، تمام. يبقى اذا الواي اكيد نقطة سي دي هتبقى هنا في اقصى منطقه الشد، فانت بقى جيب لي الواي اللي هي المسافه من النيوترال اكسس الاصلي والايه والواي دي، هي دي الواي اللي هو طالبها. يبقى تاني انا دلوقتي بشوف البيم دي ايه اللي حصل لها، عندها مثلا قوه كده وقوه كده، تمام، حاجتين كده بالمنظر ده، ادي قوه كده بتنزلها لتحت، ومفروض القوه دي المفروض بتنزلها لايه، لتحت برضه. يبقى انا دلوقتي عرفت اتجاه المومنت كده بالمنظر ده، زي ما احنا شرحنا في المثال اللي في الاول خالص، اللي هو قبل ما نخش على مسائل اصلا، في الجزء اللي في الاول خالص اللي شرحناه، تمام. فاتجاه المومنت حاجة كده بالمنظر ايه ده، اللي هو دي للسهم في الجزء اللي تحت اللي هو شد، وهنا ايه الجزء ايه ضغط، تمام، الجزء اللي هنا ضغط، تمام. طيب فمفروض انا اسف صح، هنا هيبقى مش فوق بقى، هيبقى مفروض اقصى، انت بقى هتشوف لي اقصى واي بتحصل فين، المفروض بتشوف اقصى واي بتحصل فين، بس هنا طالما مثلا انت الفكرة كلها ان انت بتشوف اقصى واي بس بتحصل فين، تمام. فهنا مثلا هتلاقي ان هو ان القوة دي المفروض شد، تمام، فهنا هتلاقي اقصى واي غالبا هتلاقيها بتحصل تحت في المنطقة اللي هي ايه في الشد، يعني مثلا هتلاقي ان الواي اللي هي، انا اسف، مش المسافة اللي فوق، فهتبقى الواي اللي هي الايه، الواي اللي هي المسافة اللي تحت اللي هي دي، ليه؟ لان اللي تحت ده هو الجزء اللي المفروض بيحصل عليه شد،
والموجب والمومنت اصلا المفروض طالعه موجب، وكمان القوه المفروض برضو طالعه موجب. يبقى اذا النورمال ستريس المفروض يطلع كله بالموجب، ما ينفعش يطلع جزء موجب. تمام، يعني مثلا الاكسل ستريس يطلع بالموجب ويطلع البندنج بالسالب، يبقى انت كده ما بتجيبش ماكسيمم. تمام، الماكسيمم المفروض شد مع شد، شد في الاكسل ستريس مع شد في البندنج ستريس، بحيث ان الاكسل ستريس اللي هو توزيع اللود بتاعه بيبقى عامل كده. والتوزيع في البندنج ستريس لو اتكلمنا مثلا عن هو ده النيوترال اكسس بيبقى مثلا عامل كده، فبيبقى المفروض الجزء اللي تحت ده المفروض حصل عليه شد فبيشد اهو. تمام، لغاية المفروض ما نوصل للنيوترال اكسس. تمام، النيوترال اكسس ده بيبقى مفيش طبعا عنده حاجة، والجزء اللي فوق النيوترال اكسس المفروض حصل عليه ضغط في عكس الاتجاه، فدي التوزيع بتاعة البندنج. فالمفروض احنا بنوصل الاتنين دول ببعض حاجة كده بالشكل ده، بس هي طبعا المفروض ما تدخلش فيها كده. فالمفروض اقصى بتاع ده نورمال ستريس في المنطقة دي اللي هي المفروض حصل عليها تنشن هنا، وحصل برضو عليها ايه تنشن هنا. فالواي في الغالب هتلاقي ايه، هتلاقي النقطة السي دي هتلاقي ايه تحت هنا في البيم اللي هي اللي بحرف تي بس من تحت. فالواي هتلاقي المسافة دي مش المسافة اللي فوق. ليه مش المسافة اللي فوق؟ لأن المسافة اللي فوق دي مسافة ضغط. تمام، يعني من الآخر كده الجزء اللي فوق النيوترال أكسس ده بيحصل عليه ضغط، والجزء اللي تحت النيوترال أكسس بيحصل عليه شد، وهنا كده كده القوة الأكسيال أصلا كانت شد. فعشان أجيب ماكسيموم نورمال ستريس لازم أجمع شد من الأكسيال مع شد من الايه من البندنج، يبقى انا كده جبت الايه الاكسيال نورمال ستريس. وطبعا عشان ارسم التوزيع بتاع البندنج ديستريبيوشن اول حاجه تاني هنرسمه لكم تاني. اول حاجه بنرسم النيوترال اكسس، والنيوترال اكسس ده البندنج عنده بيبقى بزيرو. فانا دلوقتي بشوف المنطقه اللي بيحصل عليها ضغط، بفرض مثلا اتجاه للشد، مثلا افرض اتجاه الشد كده اهو حاجه كده بالمنظر ده، وطبعا بيقل، لازم ترسمه بتقل. ليه؟ لان كل ما الواي تقل السيجما بيندنج بيقل، لان دي المسافه الواي من النيوترال اكسس. لان هنا طبعا هيبقى فيه اقصى ايه اقصى بيندنج ستريس. ليه؟ لان الواي هنا هتبقى مالها، هتبقى ماكسيموم، واي هنا هتبقى ماكسيموم. تمام، وهنا برضه هيبقى كومبريشن ماكسيموم. ليه؟ لان الواي كومبريشن هنا واي تنشن، انما هنا واي كومبريشن، يبقى برضه تفضل تقل 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 بالاقتراب من النيوترال اكسس. ومفروض احنا بنوصل ده بقى ابدا كده، بحيث ايه هو ما بيبقاش كيرف، هو بيبقى خط مستقيم بس عشان هنا ايه مش واضح شويه. وبنجمع طبعا، وكده كده التوزيع بتاعه الاكسيال ديستريبيوشن بتبقى المفروض منتظمه حاجه كده بالمنظر ده. فانت المفروض بتجمع الاتنين دول مع بعض، لما بتجمع في المنطقه اللي تحت بيزيد. ليه؟ لان هما الاتنين المفروض في نفس الاتجاه، فالمفروض هيطلع لك خطوط اطول شويه، تفضل تقل 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 لغايه لما توصل نيوترال اكسس. وفوق في المنطقه اللي فوق الاتنين المفروض عكس بعض، فالمفروض الخطوط هتصغر. تمام، حد فاهم قصدي؟ ده بالنسبة للايه للكلام ده، هنشرحه برضو على مثال تاني برضو الكلمتين دول، بس انا مش عايز اطول فيه. ده بالنسبة للحل بتاع المسألة دي، هتجمع طبعا القيمتين دول على بعض هتطلع الايه الماكسيموم نورمال ستريس اللي هو طالبه. طيب انا دلوقتي احنا المفروض دلوقتي حلينا دلوقتي كام مسألة؟ حلينا مسألتين. تمام، طيب حللكوا مسألتين كمان عشان بس الفيديو ما يطولش. انا كنت محضر بتاع حوالي مش عارف 6 مسائل او 5 مسائل تقريبا، مش فاكر بالظبط، بس هنحل مسألتين كمان كده سريعا. هجيب لكم المسألة اللي بعديها، اوقف بس الفيديو واجيب لكم المسألة اللي بعديها وارجع لكم تاني ان شاء الله. طيب المسألة دي جت في امتحان ميد ترم قبل كده برضه، مسألة مهمة جدا. طيب أول حاجة عايزين نجيب ردود الأفعال، أنا مجهز لك أهو ردود الأفعال 14 كيلو نيوتن و14 كيلو نيوتن. أول حاجة هو عايز بيحصل الماكسيموم ستريس فين، في أنهي نقطة. أول حاجة هنرسم البند النورمال فورس دايجرام أهو ان اف دي.
تمام. هنا طبعا القوة دي 6 كيلو نيوتن وضغط، خلي بالك يعني، فستة كيلو نيوتن وفي قوة عكسها، تمام تمام دي طبعا بعد الرياكشن، طبعا في قوة عكسها، يعني مثلا هننزل هنا 6 كيلو نيوتن ولغاية ما نوصل لغاية نقطة سي، دي نقطة سي ودي مفروض نقطة ولا دي نقطة دي، القوة دي بتأثر في نقطة سي مش نقطة دي لأن هي داخلة عليها، تمام. وهنا هو ايه، هنا طبعا هتبقى سالب 6 كيلو نيوتن. ليه سالب؟ لأن هو هنا ضغط، أنا هنا ضغط هنا وتمام، وفضلت ماشي لغاية لما وصلت لغاية نقطة سي وقفلته. هل هنا في قوة تانية؟ لا، ده هنا بالعكس، دي هنا ركيزة رولر، فرد الفعل بتاعها رأسي، تمام، مفيش أفقي، إنما دي كانت فيكسد سبورت أو ركيزة ثابتة، فرد الفعل بتاعها غير معلوم الاتجاه، فبنحلله في الإكس والواي. وطبعا جبنا الواي بقى الرياكشنز، وجبنا الإكس اللي هو 6 اللي هي هتلاشي القوة دي. طيب عايزين نجيب البندنج مومنت دياجرام، وعشان نرسم بندنج مومنت دياجرام لازم نعمل ايه؟ نجيب المومنت، صح كده، ادي خط البندنج مومنت دياجرام. طيب عايز اجيب المومنت عند كل نقطة، فانا هجيب المومنت اول حاجة عند نقطة ايه. طيب تعالى كده واحدة واحدة، المومنت عند نقطة ايه بكام؟ بصفر. ليه؟ لان انا جيت بصيت على النقطة القوة على شمالها لقيت فاضي مفيش، والقوة على يمينها في قوة كتير، بس انا اللي اسهل لي خلاص، يبقى هنا المومنت على الشمال مفيش، يبقى بصفر. طيب تعالى كده المومنت هنجيبه عند نقطة سي، المومنت عند نقطة سي، تمام. المومنت عند نقطة سي احسبه من اليمين ولا احسبه من الشمال؟ نحسبه من الشمال اسهل، لان الشمال مفيش غير القوة الايه، الـ14، فالقوة الـ14 اتجاهها كده، فدي للقوة لتحت، فهنقول موجب 14 في المسافة دي اللي هي 50، ونقدر يبقى موجب 14 في المسافة اللي هي مفروض بـ50، ونطلع قيمة. طيب عايزين بعد كده نحسب المومنت عند نقطة ايه، عند نقطة مثلا، ايه رأيكم نحسبه عند نقطة دي؟ مفيش مشكلة، انا يا سيدي عايز احسب المومنت عند نقطة دي، تمام. يعني انت اللي انت عايز تفهمهولي ان انت بتحسب المومنت عند النقط اللي بتأثر فيها القوة. انا بحسب المومنت عند النقط اللي بتأثر فيها الايه، فيها القوة، تمام كده، انا بحسب المومنت عند النقطة اللي بتأثر فيها القوة. وكمان انا مش عارف القوة اللي هي الافقية دي مؤثرة على نقطة دي ولا نقطة سي، بس هي مش باينة قوي بصراحة، هو المفروض في نص المسألة، والمسألة دي بصراحة انا معيش النص بتاعها، بس هو متهيألي هو مؤثرة عند نقطة سي بس. طيب تعالى احتياطي برضو نحسب المومنت اللي مؤثر عند نقطة دي، هو من الاخر عايز يحسب الماكسيموم نورمال استريس. طيب تعالى نحسب المومنت اللي بيأثر عند نقطة دي. طب واحد يجي يقول لي انت بتحسبه ليه، هو في عنده نورمال استريس؟ ما هو انا ممكن اقول لك ما هو ممكن المومنت عندها يكون اكبر من مجموع نورمال ومومنت، او مجموع، او قصدي انا اسف، البندنج استريس عندها ممكن يكون اكبر من مجموع نورمال وبندنج استريس من اي نقطة تانية. حد فاهم قصدي؟ يعني بمعنى ان احنا مثلا عند نقطة اس هيبقى عندنا في كومبريشن فورس، تمام، وكمان هيبقى في البندنج، المفروض البندنج ده اللي بيحصل عند نقطة سي، تمام، هنجمعه على الكومبريشن ده ونشوف هل القيمة دي هتبقى اقصى قيمة ولا لا. ما هو ممكن يكون نقطة دي ما عليهاش اكسل ستريس، وهي مش عليها فعلا اكسل ستريس لان مفيش قوة افقية او قوة في المحورية بتأثر عليه عند نقطة دي، تمام، هي ما عليهاش اكسل ستريس، ولكن ممكن يكون سيجما بيندنج عندها اللي هو الاستريس البيندنج او عزم الانحناء عندها يكون اكبر من الايه، من النقطة اللي عندها اكسيال وعندها ايه، بيندنج. اظن كده الحتة دي ايه، مفهوم، تمام. طيب المومنت دي
دلوقتي هيبقى عندك، نحسبه اسهل من اليمين ولا من الشمال؟ احسبه اسهل من الشمال لان القوة اقل. فاحنا هنقول موجب 14 في المسافة اللي هي 100 ناقص شد اللي هنا القوة لفوق ناقص 8 في المسافة اللي هي 50، يبقى موجب 14 في 100 ناقص كام؟ ناقص 8 في 50. يعني هي الفكرة، أنا عندي في الموضوع ده قيمة النورمال ستريس، ماليش دعوة بقى نقطة موجود فيها أكسيال ونورمال، مش شرط، أهم حاجة قيمة النورمال ستريس. سواء ما هو نورمال ستريس جاي من إيه؟ من جاي من بندنج ستريس وأكسيال ستريس، تمام؟ أو جاي من بندنج بس أو أكسيال بس، تمام؟ وأقدر إن أنا أحسب النقطة دي. طب بالنسبة لنقطة إيه بقى بعد كده؟ أنا دلوقتي بحسب المومنت عند النقط اللي بتأثر عليها القوة، والنقط اللي أنا شاكك فيها اللي هي مثلا سواء كانت دي أو مثلا أو إي أو إف أو النقطة دي مثلا هنسميها مثلا إتش، أحسب المومنت عند كل النقط دي، تمام؟ طيب بالنسبة للإم إي، الإم إي دي هيساوي إيه؟ مش فارقة بقى عند نقطة دي، مش فارقة أحسب من اليمين أو أحسب من الشمال. تعالى بقى نحسب من اليمين. اليمين هنا المفروض اهو عاملة كده، دي للسهم ايه اللي تحت، يبقى 14 في المسافة دي اللي هي المفروض 200، يبقى موجب 14 في 200، مش فارقة لو كنت حسبت من اليمين او من الشمال، يعني مش هتفرق، هيطلع لي نفس الناتج، او عشان هنا في المفروض قوتين وهنا في قوتين فمش هتفرق يعني، تمام؟ و8 في 150 وبالسالب ليه؟ لان دي القوة لفوق، يبقى 8 في 150 يبقى ناقص 8 في 150، تمام؟ يبقى هيديني ناتج هنطلع. طيب تعالى بعد كده نحسب المومنت عند نقطة F، هيطلع بكام؟ احسب بقى من اليمين ولا احسب من الشمال؟ لا انا احسب من اليمين اسهل لان في ايه؟ قوتين. فهقول موجب 14 في 100 ناقص 8 في كام؟ ناقص 8 في القوة في المسافة 53، يبقى موجب 14 في 100 ناقص 8 في 50. واحسب القيمة دي اشوفها كده. طيب بعد كده انا دلوقتي عايز احسب المومنت عند نقطة H، المومنت عند نقطة H هيطلع بكام؟ هيطلع طبعا بموجب 14، تمام؟ اللي هي عشان دي اللي هحسبها طبعا من اليمين ودي للقوة ده هنا لتحت، يبقى موجب 14 في 50. تمام، واطلع قيمة. وطبعا المومنت عند نقطة بي لو حسبته من اليمين مش هلاقي قوة اصلا فهيطلع بصفر، ولو حسبته من الشمال برضو هيطلع بصفر، بس خلي بالك من دي للقوة لفوق يبقى المومنت بتاعها سالب، ولو دي للقوة تحت يبقى موجب، المومنت بتاعها موجب. يبقى لو هنحسبه مثلا من الشمال فهنقول موجب 14 في كل المسافة دي ناقص 8 في كل المسافة دي، وبعد كده ناقص 12 في اللي هي المسافة دي، وبعد كده ناقص 8 في المسافة دي، هيطلع أصلا بصفر. ولو أساسا كده كده لو بصيت من اليمين هتلاقي مفيش قوة، يبقى المومنت عند بي بكام؟ بصفر. اقدر من هنا بالقيم بقى دي احسب البندنج او ارسم البندنج مومنت دياجرام، مثلا لو بافتراضا طلع مش عارف كده مثلا، طبعا هيبقى احنا متفقين ان تحت موجب او على حسب الدكتور متفق معاك ايه، وهنا سالب وهنا سالب لان دول فوق، يعني هشر بقى، ممكن تهشر دي طبعا التهشير ده بنعمله في الاستراكشر، تهشر عمودي على خط البندنج، تشير بس كده بسيط خطين كده، تمام؟ وبتشوف لي بقى هنا اقصى، يعني مثلا ممكن تكون نقطة سي دي عندها مثلا اقصى عزم، فهنا مثلا هنحسب السيجما عند نقطة سي، السيجما عند نقطة سي هتساوي سالب الفورس على الاريا عشان هي كومبريشن، فهنقوله 6 اللي هي الفورس في 10 اس 3، بس دي طبعا سيجما اكسيال احنا عارفين انها اكسيال على الاريا، والاريا دي بتاعت نقطة سي اللي هي كام؟ باي على 4، اهو عاطيني الاريا بتاعتها 40 سكوير اللي هي الفاي بتاعتها 40، يبقى باي على 4 40 تربيع. اقدر ان انا احسب السيجما اكسيال عند نقطة سي، احسب برضو السيجما بندنج،
عند نقطة C، والسيجما بندنج هنا هتطلع بالايه تنشن دي ولا كومبريشن. شوف بقى لو طلعت لك مثلا قيمة سالبة ك ام سي دي هتطلع بالموجب، يبقى هي دي اصلا تنشن، فتبقى موجب تمام، فهتبقى مفروض موجب ام في واي على اي تمام، ام في واي على اي تمام. حلو قوي. تعالى بقى نرسم المفروض الايه الحته دي ونشوف هنجمعهم ولا هنطرحهم ولا ايه. بص يا سيدي، انت عندك عند نقطه سي الاكسيال ستريس ضغط، او هنعمله بقى الناحيه التانية، الاكسيال ستريس المفروض احنا المفروض بنضغط، والضغط ده المفروض منتظم لان في الاكسيال ستريس التوزيع بتاع اللود بيبقى منتظم. طيب بالنسبه للبندنج عند نقطه سي، اول حاجه هنرسم النيوترال اكسس بتاعنا تمام، ونعمل الخط تحت مثلا، تحت قصدي في الجزء اللي تحت بنعمله تنشن، والجزء اللي فوق بنعمله كومبريشن، او على حسب ما الدكتور متفق معاك. يعني اللي تحت النيوترال اكسس هنعمله مثلا كانه ايه، كانه تنشن، بما اننا متفقين هو المفروض هنا طبعا السي هيبقى بالموجب. يعني هنا الجزء ده انا طبعا هنا راسم البندنج مومنت، كنت راسمه كروكي، فلو عايزين نصلحه لان هنا طبعا دي موجب 14 في 50، فاكيد هيطلع البندنج عامل كده. يعني مثلا بافتراضا لو ترى هنا مثلا موجب وهنا مثلا سالب تمام، فانا الجزء الموجب ده انا المفروض برسمه تحت، فانا هرسمه كانه شد بالظبط، شد ومش ده ضغط، يبقى اذا الشد هيبقى عكسه. وهنا المفروض ده الضغط، فهنا اقصى نورمال هنا المفروض هيحصل عند نقطة سي فين؟ عند نقطة سي في منطقة الضغط. ليه؟ لان انا في منطقة الضغط بجمع الضغط ده مع الضغط ده واشوف طلع بقيمة كام. ممكن على فكرة المومنت او اقصى حاجة او القيمتين دول يطلعوا اقل مثلا من قيمتين هنا عند نقطة دي، يعني ممكن نقطة دي هي اللي اصلا يطلع عندها ماكسيمم بيندنج ستريس، ماكسيمم نورمال ستريس، مع ان اصلا نقطة سي عندها اكسيال وعندها بيندنج تمام ستريس، عندها اكسيال ستريس وعندها بيندنج ستريس. بالرغم من كده نقطة اي اللي هي عندها بيندنج ستريس بس تكون اكبر في القيمة منها. يعني من الاخر اللي انا عايز اوصله لك ان نقطة سي النورمال ستريس عليها هيبقى مجموع حاجتين او طرح حاجتين بقى تمام، هيبقى مفروض هنا طرح حاجتين، اول حاجة طرح الكومبريشن اللي حاصل عليها من القوة الاكسيال، وطرح الكومبريشن في الجزء الكومبريشن اللي هو المفروض اللي حاصل عليه. يبقى من الاخر كده السيجما سي عند نقطة سي هيساوي التوتال بقى، توتال سواء كان من بندنج او من الاكس، هيساوي سالب الفورس على الاريا ناقص ام على اي في واي. طبعا دي ام سي ودي سي سي ودي واي سي ودي اي سي، كده كده بتساوي ايه، باي على 64 القطر اللي هي اللي موجوده فيه، اللي هي هنا باي على 64 40 اس 4. طيب والواي هنا هتبقى ايه؟ والله الواي هي هتبقى 20 سواء كانت تنشن او كومبريشن مش هتفرق، فالواي هنا هتبقى المفروض 20. واحسب دي، ممكن وانا بقى بحسب دي كتوتال بقى، ممكن دي تكون هي الماكسيموم. طيب ممكن اجي احسب مثلا سيجما عند نقطة اي اللي هي اصلا كده كده ما عليهاش غير بندنج موجب، ما عليهاش الا غير ام اي. طبعا انا برسم البندنج موجب دايجرام ده كروك، ام اي في الواي اي اللي هي اصلا هتساوي الواي سي مش فارقة، على اي اي اللي هي برضه هتساوي، لان الاتنين اصلا على نفس الايه، على نفس الجزء. فهنا المفروض هتساوي ال ام اي بقى، شوف قيمتها بكام، والواي اي اللي هي المفروض طبعا هتطلع ب 20، والاي اي اللي هي باي على 64 كام بقى، هتبقى ب 40 برضو اس 4، واشوف مين اكبر فيهم، واحسب برضو السيجما عند مثلا نقطة اي
احسب السيجما عند نقطة اي واشوف برضو هي بتساوي كام، واشوف مين اكبر واحدة فيهم، لان سيجما عند اي هي هي السيجما توتال، هي هي هتكون السيجما البندنج. ليه؟ لان هي ما عليهاش ستريس، يبقى دي سيجما اي هي تعتبر سيجما اي توتال، لان هي ما عندهاش اكسي، ما عندهاش غير ايه بندنج. والسيجما مثلا عند نقطة، عند انا اسف دي نقطة اي دي، انا اسف دي مش دي نقطة دي، انا قصدي على نقطة دي. وبعد كده نقطة اي اللي هي بقى في النص، اللي هي برضو سيجما اي توتال، اللي هي النقطة دي اللي هي المفروض في النص، اللي هي دي برضو نفس الكلام، ان السيجما اي توتال اللي هي بالظبط هتساوي سيجما اي بندنج، مفيش غيرها لان مفيش اكسيال ستريس، بتساوي ال، ودي طبعا الام دي، انا اسف مش ام اي، ودي دي ودي دي، فدي هتساوي الام اي في الواي اي على الاي، تمام. وتشوف بتساوي كام. وكذلك برضو السيجما عند نقطة اف، شوف ما هي هتبقى بندنج بس لانها ما عليهاش اكسل. بص حتى النورمال فورس دياجرام عندها فاضي، تمام. ونقطة برضو اتش دي احسب برضو عندها، والبي، وشوف لي اكبر واحدة فيهم وقول له ان الماكسيمم نورمال استرس بيساوي كذا وعند نقطة كذا، وكده تبقى انت ايه حليت الايه السؤال، تمام. طيب كده يعتبر حتى مثال المحاضرة، يعني مثال المحاضرة كان نفس الأفكار دي، فأنا مش يعني مش هضطرك، أنت لو فهمت ده هتفهم اللي هو مثال المحاضرة اللي هو ده. مثال المحاضرة طبعا نفس النظام، بس هنا طبعا ال نفس الفكرة، هنا كانت الاريا ب 45 وهنا الفاي ب 40، وهنا هنا كان عطيك الفاي ب 40 وهنا ب 40، فمش هتفرق، هو الفكرة بس في الايه في البندنج هنا ده، حتى هنا مفيش قوة أفقية، دي حتى هنا دي فيها فكرة أكتر، تمام. فلو أنت فهمت المثال ده خلاص يعني مش هتحتاج لمثال المحاضرة، مثال المحاضرة يبقى بالنسبة لك كلام فاضي مفيهوش أي حاجة، تمام. ده بالنسبة لكده للفيديو ده بتاع موضوع البندج، حلينا مسائل من امتحانات ومسائل يعني كويسة. في فيديو إن شاء الله جاي هيبقى بقى مراجعة شاملة على ان شاء الله الجزء بتاع اللي داخل في الميد ترم. طبعا التورشن الدكتور قال ان هو داخل، متهيألي ان هو مش هيجي، ممكن يعني نشرحه كده على السريع في ان شاء الله في الفيديو الجاي، مش عارف بقى الفيديو الجاي هيبقى يعني، يا رب بس يكون في وقت ان انا اقدر ان انا اعمله. وكمان انا يعني في يعني ان شاء الله هحاول برضو اعمل فيديو للفلويد، انا عارف ان الاول مادة عندكم فلويد وسيرمو، وانا اسف ان انا اتأخرت في الفيديوهات، بس والله غصب عني يعني مشغول، يعني كان اللي هو يعني الواحد عشان في ميد ترم وكده، فالواحد يعني بيبقى مشغول وكده، فيعني اعذروني، وانا عارف والله ان انا يعني مقصر معاكم. فيعني ان شاء الله لو في وقت احاول ان شاء الله باذن الله اعمل فيديو للفلويد وفيديو الماتيريال اللي هو بتاع المراجعه الشامله بقى على الكلام ده. هو في النهايه سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.